نصور فيديو. طب شغل بقى الاغاني مع التيك توك يا عم، بعد ما اخلص الفيديو هنزل اغاني عليه. سبحان الله، ده ابو دقيق بينط على ابو دقيقه على مو دقيق عشان هيطلعوا الدقيق الصغير. بصوا يا جماعه سبحان الله، يعني تحس ان هم عاملين اتحاد ابو دقيقات مع بعض، يعني كده هيخلفوا دقيق، هيخلفوا دقيق الزغن، ابو دقيق وام دقيق هيخلفوا دقيق الزغن. ثانيه كده نحاول لا لا لا، عاملين زي الكلاب كل واحد بيشد في حته، خدت بالك؟ نقول النوت ايه؟ نقول كشافك كده؟ كشافك متنور ماشي اهو. اقفل انت الكشافه كون الكشافه. المهم نور اهو، زيتك الكريم. وده يا جماعه ابو دقيق مع ام دقيق وفي طريقهم لانجاب دقيق الصغير. سبحان الله. ابو دقيق بيتكسر. عاملين زي الكلاب داخلين في بعض. بص والله عاملين زي الكلاب. بص دلوقتي لو حبينا نزق واحد منهم. لا لا، ما تزقش ما تزقش، بس سيبنا نتفرج. ماشي، شوف هيعملوا ايه. ودي مرحله التكاثر يا جماعه، بعد ما بيخلصوا نط والذكر بيخصب بيض الانثى، بتبدا الانثى تبيض البيض متخصب جاهز، تقعد طبعا ترميه لنا على الشبابيك. ثواني بس. وترميه لنا على الحيطان، وفجاه نلاقي دقيق صغير عمال يجري في كل حته لحد ما يكبر يبقى ابو دقيق، والستات يبقوا ام دقيق. استنى بس. ويرجعوا برده يعملوا نفس الحركه، وهم دلوقتي بيعملوا فاحشه مع بعض. يلا حسام وقاعدين بي. لا 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 لا، ده في واحد تالت اهو جه عايز ينضم لقطيع ال فين ده؟ والله العظيم شفته جه طار كده دلوقتي. يلا بس، يلا بس قرب بس النور. هيجي. ودلوقتي في صديق ليهم. استنى عشان بيطلعوا بالراحه بالراحه، ثواني بس. بيطلعوا بالراحه بالراحه. ايه ده دلوقتي؟ بيسلتوا بس، بيسلتوا والله بس ثواني. يا عم بيسلتوا ايه ده؟ دلوقتي بيعمل واحد. ايه ده بس؟ بيعمل واحد ده حشراتي. طب ايه ده تاني؟ ودلوقتي احنا اكتشفنا ان ابو دقيق يا ابني كل صوتك ده مش هطلعه، انا هطلع عليه اغنيه ثواني. بيعمل تكاثر زي الكلاب. ايه علاقه ابو دقيق بالكلب؟ تصدق فعلا؟ ان ابو دقيق والكلب بينطوا زي بعض. الاثنين بيلزقوا. سبحان الله. ويا جماعه بقى المعلومات اللي عايزين تعرفوها عن ابو دقيق انا هعرفها لكم، بس الاول لما نتفرج على حفله النكاح اللي هم بيعملوها. وده جهاد النكاح ابو دقيق. طبعا هم دلوقتي عمالين يهزوا يا ابني اسكت اسكت، عمالين يهزوا البتاع قانون الاستشعار بتاعتهم عشان هم دلوقتي بيستمتعوا. هي بتهز قرنين الاستشعار بتوعها وهو بيهز قرنين الاستشعار بتوعه، وده معناته ان هم دلوقتي شغالين، بس احنا اللي مش شايفين طبعا عشان الجناحه مداريه. حضرتك ممكن اشغل لايف بس مباشر على كده؟ ما تشغل يا عم ونشوف النكح ده ينتهي امتى. الله ورا ولا انا، بس الفيديو ده دهون مش هنعمل اي حلقه. عايز ابو دقيق متكاثر. ممكن ارفع لايف دلوقتي حالا على كده. طب يلا ونقعد نتكلم يا جماعه. ابو دقيق دلوقتي بينط، انت ايه مشكلتك؟ ممكن تعمل بوم دي؟ ممكن تعمل بوم؟ من كل هيشوف بقى ابو دقيق هيخلص امتى؟